اهلا بكم مره تانية اعزائي المشاهدين. وزي ما قلنا النهارده فقرتنا بعنوان امراه ناجحه. احنا كتير بنحب دايما في طعم البيوت ان احنا نقدم نماذج لسيدات ناجحات، مش بنقدمها نموذج بس لامراه ناجحه ولكن بنقدمها نموذج للمجتمع ككل. دايما بنتكلم على ان احنا بنبقى في احتياج للقدوه، سواء اذا كان رجل او سيده. يعني احنا مش بنصنف، احنا بنشوف مين اللي ناجح، مين اللي يستحق ان هو يكون قدوه. فاحنا النهارده بنقدم لكم نموذج فعلا قدوه، سيده قدرت ان هي تنجح. بنقدمه لكل السيدات اللي عايزه تنجح، وبنقدمه لكل الشباب بصفه عامه، ان هم ازاي لازم يتعبوا ولازم يقدروا ان هم يحصدوا مراكز علميه شديده علشان يقدروا يوصلوا للي هم عاوزينه. وده من خلال ضيفتنا اللي بتشرفنا النهارده. بنرحب بالدكتوره غاده عامر، وكيل كليه الهندسه جامعه بنها. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، نورتينا. ربنا يخليك. طبعا انا بقول يعني كليه الهندسه، لكن السي في بتاعك والمناصب اللي انت تواجدتي فيها والمسابقات اللي اشتركتي فيها والابحاث اللي انت قدمتيها ما شاء الله كانوا حوالي 4-5 صفحات يعني. فخلينا كده بشكل سريع من خلالك تعرفينا على اهم المحطات العلميه اللي عدت عليكي في حياتك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل سنه وانتم طيبين، يعني سعيده جدا اكون معاكم النهارده، وبشكر حضرتك اللي انت فضلتي في الاول قلتي ان الموضوع مش امراه ورجل، هي اصرار وعناء وتعب عشان تنجح، وفي لذه غير عاديه. يعني حتى صحيح. بكل المتاعب دي هتلاقي نفسك وصلت وانت سعيد وفي حاجه بتعملها وفي ده. اهم المحطات في حياتي طبعا من اول ما كنت في ابتدائي ان انا كنت دايما بشترك في انشطه كتيره، لاني كنت متربيه خارج مصر، فكان الوالد بيشاركني في انشطه السفاره. فوجودي في انشطه السفاره وارتباطي بالعلم المصري الاكتيفيتي الموجوده والانشطه اللي هناك ده خلاني ابقى زي قائده فريق في داخل السفاره للانشطه اللي دي خاصه ب 6 اكتوبر باي احتفالات لمصر. تمام. فده اداني جرأه ان انا اتكلم واطلع، يعني ده اداني سبورت كويس جدا. بعد كده دخلت لعبه الشطرنج وكنت بطله شطرنج على مستوى دول الخليج لمده 3 سنين وانا في مرحله الثانويه العامه. ما شاء الله. والاسره كانت مؤمنه جدا بيا لدرجه انه كانوا بيسيبوني احضر البطوله بالليل وعندي امتحان فيزياء الصبح او كيمستري او كيمياء يعني، وكانوا واثقين ان انا هقدها وقدود، والحمد لله فضل ربنا ودعمهم. تمام. وعشان انا مقسمه وقتي صح، ودي نقطة الإنسان. أيوة. يقدر يعمل كل حاجة لو هو مقسم وقته صح. الحمد لله جبت نسبة أهلتني دخول كلية الهندسة. المحطة الثانية كانت كلية الهندسة، وطبعا دي كانت بالنسبة لي حلم وأنا صغيرة، كنت بكتب في كل الكتب دكتورة مهندسة غادة عامر طول عمري. كان نفسي أبقى مهندسة، فالحمد لله لما دخلتها ولقيت بقى قسم القوى الكهربية هو أكتر قسم كان ساعتها يعني ليه أنشطة وليه شغل بره وفي شغل كتير، دخلته. كنت البنت الوحيدة في الدفعة في قسم في شعبة القوى الكهربية. فدي كانت المحطة اللي بدأت تحط شخصيتي بمجال الهندسة والعلوم والتكنولوجيا. طب خلينا نتوقف بس عند نقطتين مهمين في بداية مشوارك اللي احنا بنتكلم عنه. فكرة ازاي الشخص ينجح، ازاي انا انجح حد واخليه متقدم، او ان انا اعجز حد واديله فكرة ان هو لا يصلح الا لكذا. حضرتك قلتي من وانت صغيرة الوالد كان حطك على تراك معين، كان بيشركك، كان بيخليكي متواجده، ساعدوكي وايدوكي، اشتركتي في مسابقات حتى وانت صبح عليكي امتحانات، فواضح ان البيت عندك كان مؤيد جدا. دي فعلا كان فضل من عند ربنا كبير، وكانت كمان الوالده الله يرحمها، يعني والد ربنا يديله الصحه، الوالده الله يرحمها كمان كانت ست ذكيه جدا، كانت دايما تقول لك مهما كنت جميله ومهما كنت بنوته عمر ما الناس هتبقى معجبه بعقلك غير ثواني، بشكل غير ثواني. صحيح. عقلك اللي هيفضل على طول، كانت دايما تقول لك ان الجمال حقيقي جمال العقل، ودي اكتر حاجه تخلي ليكي ما تعجزيش. ان مهما تغير شكلك وده الطبيعي انه هيتغير، الناس دايما هتبقى ملتفته لعقلك، فدايما ركزي على عقلك وسيبك من الباقي لان ده اللي هيخليكي شاطره. صحيح. اسره الحمد لله ما كانتش مهتميه قوي ان انت لازم تكوني اهم حاجه انثى وسيده، دي حاجه كويسه جدا. يعني اتعلمي بقى الطبخ، اتعلمي مش عارفه ايه كان في ده برده، ولكن العريس والحاجات دي. لكن النقطه الاهم ان انت ممكن تبقي رائده فضاء، انت ممكن تبقي مهندسه، انت فتحوا مجالك بالظبط كده، فتحوا مجال افكارك، ما حطيتلكيش سقف ان انت كبنت لازم تقفي عند السقف ده. بالظبط كده. فده كان فضل كبير جدا من ربنا، وسبحان الله يعني كانوا دايما داعمين ليا، وده اللي انا بقوله لاي حد على فكره. انت في كل شخص سبحان الله ربنا خلق له موهبه. اوعى تقول لحد ابدا انه ذكي. اينشتاين قال كلمه جميله جدا، قال لك لما تحكم على السمكه انها غبيه عشان ما بتطيرش يبقى انت اللي عندك المشكله. واحنا للاسف بنتحكم، كل واحد بيقارننا باشخاص اخرين انا ماليش علاقه بيهم. انت الناس بتحبطني مثلا لازم تخشي مثلا كليه هندسه او طب او صيدله او كذا، طب انا مجالي الفن، طب انا مجالي مثلا الاعلام، طب انا مجالي الاداب، عندك ليه انت بتقارني بمجال معين؟ فاحنا كل اسره، انا بقى كانت الاسره شايفه مجالي انا حابه مجال ايه، ان انا بحب الفك والتركيب، فكانوا دايما انت حابه المجال ده ما عندناش مشكله، انت قدها قدها ادخلي. فهي الفكره دي. وصلنا لكليه الهندسه وقسم غريب شويه، يمكن برضه بنرجع نقول كان دايما في سقف يتحط للبنات، ان حتى لما تخش كليه الهندسه يعني ديكور عماره، شوف لنا كده حاجه لطيفه.
انت دخلتي الالات تمام كهرباء كهرباء آلات كهربائيه هو الات كهربائيه تمام. ايه بقى الحكايه دي وقولي لي استقبلوك ازاي في القسم ده؟ هو انا من اول ما دخلت كليه الهندسه كنت بجد انه العدد مش كبير في البنات، يعني دفعتنا احنا كان الدفعه كلها ما فيش فيها 4-5 بنات فكانت دي برضو حاجه كتيره. وطبعا في الاول النظره ان انت بتبذلي مجهود مضاعف عشان تثبتي نفسك وتخلي الطلبه اللي جنبك يثقي ان انت ممكن تتعاوني معاهم في مشروع او في شغل. كانوا بيبصوا لكم انتم كمجموعه بنات ان انتم مقتحمين مجال مش بتاعكم بالزبط. ومش مرجح انكم هتنجحوا فيه ومش عاوزينكم معانا في المشاريع ان انتوا تبقوا حمل. فطبعا انت عايز تثبتي نفسك، لا انا مش حمل انا هشتغل انا بايدي. فضل الموضوع يقل معايا لحد بقيت انا في شعبه القوى الكهربائيه البنت الوحيده، يعني في اعدادي كنا 4-5 بنات. وصور تكريمك المتعدده موجوده معانا هي على الشاشه، اتفضلي. ربنا يخليلي. ففضلت الموضوع فبقيت انا ابذل مجهود مضاعف، حتى بعض الناس من الاساتذه يعني العقول القديمه كانت تقول لي انت ايه اللي جايبك هنا، انت روحي ربي ولادك، انت روحي اتجوزي انت. انا الكلمه دي احنا بنتكلم عنها، انا الكلمه دي كانت بتبقى بالنسبه لي تحدي. طبعا هستفزك اكتر وكتير جدا يقول لك هو انت عمرك ما هتبقي مثلا في كادر هندسه ولا في كادر جامعه ولا الكلام ده. انا السبب اصراري ان انا اطلع من الاوائل واكون في الجامعه ان انا سمعت كلمه زي دي ان انت عمرك ما هتكملي. طب انا هكمل وابقى معيده في الجامعه والحمد لله. هنا النقطه الشخصيه بقى المميزه ليكي انك عندك اصرار وعندك قدره على مواجهه المصاعب اللي بتقابليها. يمكن برضو احنا بنعتب على كثير مش من السيدات فقط ولكن من الشباب ان هم مع اول موقف او مع اول ضغط او كسره او عدم نجاح بيستسلموا تماما وبينهاروا تماما. لا انا بقى اتعودت في حياتي بفضل ربنا ان انا ما عنديش حاجه اسمها فشل، بالعكس الفشل ده بالنسبه لي تجربه وباب اتقفل ادور على باب تاني. وهقول لحضرتك كذا مثال في حياتي حصل كانت فيش فشل بالنسبه للناس. فشل كان بالنسبه لي بدايه توجه لنظره اخرى ومجال اخر. فده اداني قوه ان انا بزعل، طبعا بزعل بعيط بس مش اكتر من ساعه، وبعد كده طب الحل ايه بقى؟ اقوم اقف واشتغل واجرب حاجه ثانيه والامور بتمشي. وده اللي بتكون المتعه، لان انت مفيش حتى يعني معروف القاعده ان مستحيل هتنجحي من اول مره. تمام. لان انت المفروض اول حاجه بتجربيها لسه انت زي ركوب العجله كده، زي اي نشاط بتعملي اول مره بتقعي، المره اللي بعدها بتبقي احسن، المره بعدها بتبقي بروفيشنال. فهي النقطه كانت كده. فالناس لازم ما تيأس، بالعكس انا عايز اقول لحضرتك مثلا انا كنت باجي من طنطا، انا اصلا كنت ساكنه في طنطا وكان معايا طفلين وببقى معيده في هندسه بنها وبكمل دكتوراه وماجستير في هندسه القاهره ومعايا الطفلين. معاكي طفلين يعني اتجوزتي عادي زي اي بنت بالزبط. وخلفتي عادي زي اي بنت وبقى عندك اسره وفتحتي بيت ومسؤوله ومسؤوله ومحدش وقفك في مشوارك الطويل اللي انت خضتيه. وحتى لو كان حد بيوقفني طب انتوا عاوزين ايه؟ ان انا اخلص هخلص 1-2-3 وبعد كده انا افضل في مذاكرتي افضل شغلي. كنت برتب وقتي وده برضو اداني ميزه ان انا يعني ما شغلتش نفسي بالمشاكل الناس، مين قال ومين عاد، فلان ده بيقول عليكي الله يسهله، مش فاضيه ما عندي وقت مقسماه بالدقيقه. فده خلى بالعكس كل العداءات او كل الناس اللي كان عندك مشكله بداوا يحبوك لان انت ما بتخشيش معاهم في اي محاورات او مشاكل. جميل. فدي برضو وصفه كويسه جدا ان انت طول ما انت عندك هدف زي الحصان شايف طريقك مش فاضي لاي مغاطرات. اتعلموا يا جماعه الدروس دي والله يعني ربنا يخليك. يعني اغلى من الجواهر. وتنظيم الوقت ده نقطه مهمه جدا. بالدقيقه بتقولي بالدقيقه وبسمحش لحد يحطني في خريطته. يعني انا النهارده صاحيه الصبح مثلا اصلي الفجر هقرا كتاب هقرا بحث هشتغل في كذا اروح كليه هرجع اروح مع الاولاد مكان. اذا حد دخل مثلا عمل لي ديسربشن او يعني عمل لي لا ده احنا عاوزينك في كذا، لو هو مش حاجه طارئه اقول له معلش انا مظبطه وقتي من الساعه كذا لكذا. وعشان كده انا حاده جدا في مواعيدي. لما ادي حد ميعاد الساعه 10 سواء انا رايحه له هو جاي لي 10 بالدقيقه لازم نكون متقابلين. تمام. عشان الوقت عندي، لان احنا للاسف ما بنحسش بقيمه الوقت مع ان الوقت ده ثروه غير عاديه واحنا بنضيعها ونهدرها. حتى انا بقول انا بكافئ نفسي على السوشيال ميديا ان انا لو انجزت تاسك معينه عاملاها اخش نص ساعه اتفرج على السوشيال ميديا، غير كده ماليش سوشيال ميديا. ما بتضيعيش وقتك او تقضي وقتك زي شباب كتير قوي الوقت كله رايح اساسا على السوشيال ميديا. لا خالص ما بحاولش اخش دي ولا احاول ان انا اشغل نفسي اتفرج على كوارث او حوادث. ممكن اتفرج على لا قدر الله حاجه عشان ليها علاقه بشغلي او بالتكنولوجيا عشان اشوف ازاي ممكن نحلها. طيب عايزين نقول برضو ان في فكره الشغل والكليه وتفوقتي ونجحتي وطلعتي وخدتي طالبه مثاليه وكنتي متفوقه في القسم اللي قالوا لك انت دخلتيه ليه، لكن بعد اما طلعتي وابتديتي ان انت تمارسي المجال العملي التعليم والعلم والدراسه البحثيه ما وقفتش، استمريتي في موضوع الابحاث وتفتيح بقى مجالات جديده على الموضوع اللي انت تخصصت فيه. بالظبط فعلا ده اللي حصل، ان انا لما دخلت كنت شغاله في بحوث الهندسه بدات اجد ان انا اكون مركزه فقط على الهندسه دوت مش مفيد قوي للمجتمع، لازم اربط الكلام ده بخدمه المجتمع، لازم اعكسه سواء بعمل بحث علمي او تدريس للطلبه لازم اربط ده بخدمه المجتمع والا ملوش اي فايده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم العلم وعلمه.
فاذا انا ما قدرتش اربط ده فهيبقى في عندي مشكله. فبدات اخش في ان انا ادرس يعني ايه ابتكار، يعني ايه رياده اعمال، يعني ايه احول الافكار دي لشركات ناشئه، يعني ايه لما اشرح لطالب شركه او فكره ماشين او اله اقول له ايه شغل الاله دي في السوق، ازاي تطورها وتعمل بيزنس منها، ازاي اعلمه انه يطلع يخلق فرص عمل مش انه يطلع يدور لي على فرص عمل حكوميه او تقليديه، لا انت اخلق فرصه عمل. فبدات اخد كورسات الحمد لله، فتحت لي مجال تدريب، بدات ادرب الناس، بدات اخش مع شركات دوليه، مع مؤسسات دوليه وعالميه، دخلت مع مؤسسة خيرية، فضلت اترقى عندها من اول مدير برامج مرأة في علوم التكنولوجيا، بعد كده مدير مكتب القاهرة، بعد كده مدير تنفيذي، بعد كده نائب رئيس المؤسسة. ما شاء الله. فهي برضو اصرار، وانا كنت بستمتع ليه، لان انا بربط الكلام اللي بالهندسة مع المجتمع، واكتشفت ان لذة العلم ان تشوفي الناس بتشكرك ان انت خدمتي ولا الناس تفهموا وتطبقوا وتستفيد يستفيدوا، يعني هي مش حاجات في كتب بس بالزبط. انا احفظها واطلع الاولى وخلاص على كده انا كده تفوق. صحيح. لا، التفوق عندك له معنى تاني خالص. انا بقول كده، يعني انا بقول حضرتك، حتى انا بقول للناس اذا انت هدفك في الاخر تبقى استاذ جامعه او رئيس حتى جامعه او حتى وزير، دي كلها وسائل. الهدف ان انت تعمل تغيير ملموس في الارض، لان انت لو خدت الدرجه دي وما حسيتش الناس حاسه بيك وفرحانين ليك وبيشجعوك لان انت ما عملت لهمش انعكاس للبحث بتاعك. صحيح. ده هتشعر باحباط، هيبقى علم في كتب وانت هتبقى زي مش مبسوط. ده اللي خلى اسمك يكون موجود في بعض التكريمات المتميزه على مستوى العالم العربي او على مستوى العالم، زي مثلا كلمه أكتر 100 امرأة عربية مثلا في المجال العلمي، أو من أكتر 500 شخصية مؤثرة في العالم الإسلامي. المسميات دي جت منين وجت ازاي؟ زي ما تفضلت قلت لحضرتك كده، هي قصه انه انا لما بدات اشتغل مع المجتمع بدات الناس تشعر باللي احنا بنعمله. طبعا ده مش انا لوحدي، يعني انا خدت التكريم باسمي، لكن ورايا مجموعه ناس وزملاء واسره وفريق. بالظبط كده. ناس كتيره جدا ساعدتنا عشان نعمل المشاريع دي، من ضمنهم المؤسسه الخيريه اللي انضمت ليها دي. فعلا كان كل المجموعه مجموعه علماء عرب، هو يرأسها دكتور عبد الله النجار من الامارات، وهو شخص برضه استاذ فيزياء وعنده فكر وعنده طموح انه يغير. فلما تحطي في مجموعه، عشان كده دايما لاحظي انت مع مين. ناس بتقدم مشاكل ولا ناس بتقدم حلول لمجتمعاتها. كل ما عشتي مع ناس بتقدم حلول، احنا دلوقتي اي مشكله بنشوفها فرصه، في مشكله طب ازاي نحلها، طب نقدم لها ايه. فده خلى الموضوع يخلي الناس تعرفني، وبدات الناس تقول اسمي في اكتر من مكان. وبفضل ربنا طبعا، ده فضل كبير جدا من ربنا، بدا يتم التكريم. بس مره تانية، التكريم ده مش انا لوحدي، ده وراه ناس كتيره جدا ساعدتني. أكيد. ودعمتني وعلمتني. اكيد. نرجع تاني للشق الاجتماعي برضو شويه، اللي هو يمكن بيؤثر قوي في مجتمعنا المصري او العربي بشكل عام. اسرتك، كلمينا شويه عن اسرتك، وكلمينا شويه عن حياتك، وازاي حياتك كانت من بدايتها داعمه لهذا المشوار العلمي الطويل. هي الاسره زي ما قلت حكايه ده من الاول، الوالد والوالده ربنا يعني يدي صحه للوالد ويرحم الوالده، كانوا داعمين جدا لموضوع. لا، اسرتك بقى الحاليه دلوقتي بعد كده، انا يعني الحمد لله رزقت بولدين وبعدين جبت توأم، وتخيلي بقى ده كله. انا كنت بالنسبه لهم ان احنا عشان اخليهم يذاكروا، كنت انا بقعد اذاكر قدام في بحوثي واقعد اشرح لهم، هم صغيرين جدا بالظبط، واشرح لهم فكره البحث وهم مش فاهمين اساسا بقول ايه. وبقول لهم الهندسه فيها كذا، وبصوا احنا عملنا كذا، وهم مش فاهمين. واي مؤتمر كنت بروحه او اي اكتيفيتي نشاط بعمله باخدهم معايا واخليهم يساعدوني، بداوا يرتبطوا. ففضل ربنا محمد بقى معيد في كليه هندسه القاهره دلوقتي، واحمد في بكالوريوس هندسه كمبيوتر، والتوأم لسه بقى في ثانويه عامه ان شاء الله ربنا يوفقهم. بس برضه ما لهمش اوبشن، يعني ما لهمش خيار، لان انا بحس. لكن كنت متواجده وبتذاكري، وفي مشاكلهم وفي تربيتهم، ويعني انا بقول ان تربيه برضه الصبيان والولاد لازم يبقى فيها شخصيه كده، ولازم يبقى فيها تحديد لمستقبلهم بشكل واضح. يعني فكره انك تربي راجل دي حاجه مش سهله. هي سهله لو انت دايما مطلعه، لان الولد بيبقى باصص لمامته بعد ما يكبر، خاصه بعد مرحله الاعدادي، انه عنده معلومات لانه ايده في التكنولوجيا وبيتعرف خاصه في الجيل ده. فلو انت بتخشي معاهم بتتناقشي، فبيبقى دايما عاوز يسمعك لانه شايف ان انت عندك معلومات جديده. فانا اللي فادني معاهم ان احنا في المجال ده كنت انا دايما بحاول اكون اعلى منهم قد ما اقدر. طبعا ان طبعا الشباب الجديد ما شاء الله عبقري، كل الطلبه حتى عندنا في الكليه. فانا بحاول كنت اجاري الموضوع ده معاهم، فبدأ فتح معانا حوارات كتير. يعني لما بنقعد على السفره تلاقي كل واحد فينا بيتنافس مين اللي جاب معلومه تكنولوجيه او خبر مثلا جديد او حاجه معلومه فيها حاجه، فتلاقي البيت الحمد لله دايما مع بعض. بس ده في المقابل خلاني مثلا قعدت 14 سنه ما احضرش افراح،
لان انا قررت، لكن ممكن احضر لا قدر الله حاله وفاه او مرض. يعني اللي هو زي ما قلت الوقت دقيقه محسوبه. أيوة. لو حاجه مالهاش لازمه يعني، هو بنقول ان الفن هو اللي اختفى، او يعني الحاجات الاجتماعيه يعني اللي ممكن تضيع وقت فيها تسالي شويه او ترفيهيه هي اللي اختفت من حياتك شويه، قلت بالظبط. لكن اروح اجامل بعد كده، لكن احضر فرح مثلا او احلف على الفستان، حتى لما بروح اشتري حاجه انا نازله هخش المحل ده واطلع، ما اقدرش. لا ما فيش وقت للكلام، مستحيل الف في مول، مستحيل. شم ريحه البسكوت تحفه تحفه، انا روحت والله. اللهم يسلم البسكوت ريحته طلعت يا شيف. نعم. وصلنا لايه؟ احنا شامين ريحته وشايفين. احنا طلعنا مجموعه من البسكويت وبنزلها. انت عملتي السيرفيس كمان اهو. طلعنا مجموعه من البسكويت وزوقناها بالمربى وبالشوكلت وبالبندق، لمينا حاجات رمضان بقى اللي فاضله عندنا. فكره برضه يعني المكسرات اللي حطيتيها في البسكوت. بالظبط اهو، وبتطلع البسكوته كده. أيوة. ده المنظر اهو، شفتي؟ أيوة. رايك؟ ايوه شايفينها. ولا عندنا مكنه ولا عندنا اي حاجه. ايوه الموضوع سهل جدا. وبتحطيها بقى مربى. فكره كراميل اهو، ده كراميل. كراميل جميل، عاملين قدامنا حلو بقى كانها تارت صغير، وبنحطها عليها بندقيه. بس حلوه الفكره دي. يعني حتى كمان التزيين والحاجات دي ممكن بالحاجات اللي موجوده في البيت. بالظبط، عشان ما تبقاش العمليه مكلفه. بس سخنه. لازم قبل ما نزين والكلام ده لازم الدنيا كده تبرد وتهدى شويه. احنا بنعمل حاجه حلوه بقى جديده، احنا جايبين علبه عشان جيراننا وماما وبابا واخواتنا. حلو قوي. نعمل لهم بقى علبه، ان بدل ما نروح بايدينا فاضيه كده ناخد لهم حاجه من عمايل ايدينا. ده شيء رائع جدا، جميل قوي. هنتابعك برضو وانت بتزيني كده وبترصي الحاجه، شيء جميل قوي. نرجع ليكي تانية يا دكتوره غاده. يعني هي فكره بقى الشباب اللي عايزه اتكلم فيها معاكي دلوقتي، انت في مجال علمي عملي بتقابلي شباب من نوعيه معينه، هل بتحاولي انك تنصحيهم تدفعيهم للامام؟ المستقبل اعتقد شكله هيبقى مختلف تماما عن الفتره الحاليه اللي احنا فيها. الشباب اللي مش بيتميز بقى بالناحيه العلميه دي ومش في الكليات اللي ليها علاقه بالتكنولوجي، هل هم مضطرين ان هم برضو يخوضوا هذا المجال؟ وتنصحيهم ان هم ما يبقوش الشكل التقليدي بتاع الاعمال وبتاع الدراسه وبتاع التعامل والوظائف ده في المستقبل، اخباره ايه؟ تمام. هو احنا فعلا بنعيش المستقبل، يعني احنا دلوقتي مع التغير الحاصل من قبل ازمه الكورونا او جائحه الكورونا، كان في حاجه اسمها الثوره الصناعيه الرابعه، دي التغير اللي حاصل في التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي اللي احنا بقينا عايشين فيه. جائحه الكورونا سرعت بقى استخدام الادوات التكنولوجيه. موضوع صحيح. ان في حد خريج هندسه او تكنولوجيا او مثلا حاجات اللي ليها علاقه بالتكنولوجيا، العصر دوت هو مش معتمد على انت خريج ايه، ده انا عايز اطمن الناس. صحيح. العصر ده جميل جدا، انا بقول رغم ان هو صعب جدا لكنه عصر كاشف للمواهب الحقيقيه، يعني لو انا فعلا شاطره وبتعلم بسرعه وعندي مرونه في التعليم انا استاذ جامعه مثلا ومعايا طالب في اعدادي داخلين مسابقه دوليه مثلا في التكنولوجيا، ممكن الطالب اللي معهوش شهاده في التكنولوجيا يفوزني يكسبني عشان هو قدر يمرن يعني نفسه. حتى انا لو مش خريجه مجال علمي، انا لو حاجه ادبي ممكن ان انا لو عجبني هذا المجال ممكن اتعلمه واخوض فيه واتفوق فيه. وده اللي فعلا حصل في دوله زي الهند وفي قطاع غزه مثلا، بعض الشباب معهمش ثانويه عامه ولا شهاده اعداديه حتى، دخلوا اتخذوا كورسات اونلاين وتعلموا مثلا في الديجيتال ماركتنج، التسويق الالكتروني، اتعلم ازاي يعمل مثلا موفي اديتنج، الافلام الايديتنج بتاعه الافلام الفيديو مثلا، بدا يعمل حاجه زي حاجه اسمها سي او بتاعه البحث سيرش انجن اوبتمايزيشن، يعني ازاي يعمل حاجه سهله جدا تعلمها ومش شرط انت خريجه ايه. فانا بقول ده عصر كويس جدا، حتى لو انت بتشتغلي اي حاجه الصبح سواء راجل او امراه او رجل، ممكن تقعدي بالليل تاخدي كورسات وتتعلمي وتعرفي الناس بيكي وتكتشفي عندك مواهب غير عاديه. على فكره، فكره العمل من المنزل دي فتحت مجالات ومواهب لناس كتيره جدا. صحيح. العصر ده مختلف، والعصر دوت مش بتاع حد بتخصص معين، مفتوح لكل المجالات، ولكن انت عليك تكون عندك مرونه في التعلم. عندك 10 سنين، عندك 90 سنه هيبقى لك وظيفه لو انت قادر تثبت نفسك في تعلم التكنولوجيا. وبطمنك طالما انت بتستخدم السوشيال ميديا وبتقدر تخش تعمل ابلود لفيديو وتتفرج على فيديو، يبقى انت على الخط الصحيح ان انت تستخدم. لو وظفت وقتك صح هتبدا عندك تكون عندك زي ستارت اب او بزنس، او حتى تبقى انت استشاري او خبير، او ممكن تشتغل مع شركات دوليه وانت قاعد في بيتكم. هايل، جميل. حلمك ايه في المستقبل؟ والله نفسي، امنيه حياتي ان انا افتح مصنع تكنولوجي كبير جدا، ويكون المصنع دوت شغال ان هم الناس اللي عندهم ديسابيلتي، يعني الناس اللي هم غير قادرين او اصحاب الهمم، يبقى مثلا خاص فيهم. شفت المصنع ده كان في يوتيوب في الصين للناس اللي هم لا قدر الله مش بيشوفوا او عندهم مشاكل ذهنيه او اعاقات، انه بيعمل ملابس، ونفسي اعمل الزي المصري بتاعنا عشان انا بحب جدا الموضوع ده. بس تبقى كل المصنع فيه حاجات تكنولوجيه فائقه، وجنبه بعد كده يتم عرض الزي المصري والتراث المصري فيه. ده بعيد عن الهندسه، بس هو شغل تكنولوجيا وعلوم تكنولوجيا. اكيد يعني. اكيد فكره
خدمة المجتمع من خلال الهندسة. بالظبط كده. أنا بشكرك جدا، أنا يعني سعيدة بيكي وفخورة بيكي، وفخورة أن أنا بقدمك من خلال طعم البيوت كنموذج للمجتمع المصري والسيدات المصريات. بشكرك وبحييكي الدكتورة غادة عامر وكيل كلية الهندسة جامعة بنها، نورتينا النهاردة. ومعاكي بقى ومع كل السادة المشاهدين، لما بنتكلم على أن القعدة في البيت مش معناها أنك لازم تقعدي في البيت، لا، أنت ممكن تقدمي مواهبك ونشاطاتك وتعملي مشاريع من خلال البيت، كل ده من خلال الكمبيوتر والأونلاين، حتى اللي عندهم نواحي فنية يعني. صحيح. في نشاطات فنية زي مثلا التلي. صحيح. من الحاجات اللي احنا عرفناها الفنون اليدوية الجميلة اللي بقى فيها مشاريع جميلة جدا. صحيح. من خلال الكمبيوتر. هنشوف مع بعض الفقرة الجاية، التقرير اللي جاي بيقدم لنا هذا الفن الجميل والسيدات اللي قدروا ان هم يتعاملوا معاه بشكل جميل. نشوف مع بعض ونرجع معاكم تاني.